إذن للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد. دكتور محمود برحب بك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. يعني قراءتك للمشهد الاقتصادي العالمي وأيضا يعني السيناريوهات المتوقعة للتعامل مع هذه الأزمة. يعني أنا مش هبعد كثير عن التقارير الواردة من المؤسسات الدولية يمكن على رأسها صندوق النقد الدولي الذي تنبأ أنه يعني العام الحالي العام 2023 لا يحمل كثير من التفاؤل أو لا يحمل تفاؤل مقارنة بالعام السابق فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية. اللهم إلا يعني إذا تغيرت أو حدث قدر من التعاون الدولي فيما يتعلق بكبح جماح هذا التضخم. وأنا يعني أتفق مع الدكتور عمرو يعني فيما يتعلق بأن هذا الأمر أو سيناريوهات الحل يعني تتجاوز الحدود السياسية للحكومات، لأنه فكرة رفع سعر الفائدة باعتباره إجراء احترازي لاتخاذ سياسة انكماشية الغرض الأساسي منها هو الحد من التضخم قد تكون فعالة إذا كان السبب الرئيسي للتضخم هو ارتفاع الطلب، وهذا يعني توصيف قاصر ومحدود جدا لمن يريد أن يوصف هذه الأزمة المالية العالمية. صحيح هناك تضخم يعني يجوب العالم كله، لكنه لا يمكن بحال من الأحوال اختزاله وتوصيفه في التضخم العادي الذي يمكن أن يحدث نتيجة لارتفاع الطلب، لكنه تضخم يعني اختزل أو جمع كافة أسباب التضخم، منها ارتفاع الطلب، منها أسباب لها علاقة بارتفاع تكلفة أو مدخلات السلع، أيضا له علاقة أيضا بأسعار صرف العملات وانخفاض القدرة أو القيمة الشرائية، وبالتالي لم تنجح. ممكن التجارب يعني موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كثير من الدول الأوروبية التي لجأت إلى رفع سعر الفائدة، وطبعا بالتبعية يعني اضطرت الدول اضطرارا خصوصا الدول النامية إلى رفع سعر الفائدة تخوفا أو من فكرة الأموال الساخنة، لكنه في النهاية لم تستطع هذه السياسات أن تكبح جباح التضخم، وبالتالي هذه السياسات النقدية أثبتت عدم فاعليتها بشكل كبير في التعامل مع التضخم. وأرى أنه يعني ليس من المنطق التعويل على استخدام نفس السياسات في الفترة القادمة. طيب سأتحدث مع حضرتك عن هذه النقطة والتعويل على نفس السياسات الماضية، ولكن نتحدث هنا أيضا عن إفلاس بنك سيليكون فالي. هذا الأمر يثير الكثير من المخاوف، خصوصا أن هناك أيضا مخاوف من عدوى أو مخاطر العدوى، وول ستريت جورنال أيضا تحدث على أنه هناك حوالي 200 مؤسسة أيضا ائتمانية أمريكية مهددة بالإفلاس. كيف تقرأ هذا المشهد وأيضا يعني تأثيره على الاقتصاد العالمي؟ يعني يمكن هذه المشاهد تؤكد على فكرة أن الأزمات المالية التي حدثت سواء من أزمة الكوفيد أو حتى الأزمة الحالية هي بلغة القانون أزمات يعني كاشفة وليست منشئة، بمعنى أنها لم تكن السبب الرئيسي الخاص بتدهور الوضع الاقتصادي، ولكنها يمكن تكون عجلت من هذه الأزمات، زادت تعقيدها بشكل أو بآخر، لكنها لم تكن سببا رئيسيا في حدوث هذه الأزمات. العالم كان مقبلا على أزمة اقتصادية كبيرة، ويمكن واحد من أهم المؤشرات أن العالم يعني يستدين أو حجم الاستدانة العالمية يمكن تفوق 3 أضعاف حجم الإنتاج العالمي الكلي، وبالتالي يعني وجود مثل هذه الأزمات واستخدام أيضا العقوبات الاقتصادية كأحد أطراف الصراع، أيضا أضف إلى ذلك حالة اللا يقين التي تكتني في العالم، لا يستطيع أحد أن يتنبأ. أنا سؤالي سؤالي دكتور محمود، هل إفلاس سيليكون فالي سيثير متاعب الاقتصاد العالمي أم لا؟ بطبيعة الحال طبعا واحد من أهم الأسباب التي تؤثر وتعطي مؤشرات عن الفترة القادمة ما الذي يمكن أن يحدث، لأنه يعني الأزمة في ذلك أن تنتقل هذه الأمور بمنطقة العدوى الاقتصادية، لأن هذا الأمر تداعيات له تداعيات مباشرة على الاقتصاد وعلى الاستثمار، وله تداعيات أيضا غير مباشرة لأنه بيوضح بيعطي دلالة عن الوضع المصرفي داخل الدولة عامل إزاي، وبالتالي يمكن أن ينتقل هذا الأمر إلى بنوك أخرى إن لم تتخذ إجراءات احترازية قوية في هذا الصدد. نعم، أنا بشكر حضرتك الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد.